إذن عقارب الساعة تشير إلى 9 صباحا، وهو موعد موجز الأنباء بصحبة زميلتنا منى الشرقاوي. منى، شكرا لك مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته، واستقبلت رئيسة جمهورية الهند ورئيس الوزراء الهندي الرئيس عبد الفتاح السيسي بساحة القصر الرئاسي الهندي. وخلال الاستقبال تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة إلى حكومة وشعب الهند بمناسبة احتفال الهند بيوم الجمهورية، معربا عن تقديره الشديد لحفاوة الاستقبال وفخره واعتزازه بالمشاركة في احتفالات يوم الجمهورية. كما أوضح الرئيس السيسي أن العلاقات بين مصر والهند كانت وما زالت راسخة، معربا عن تطلعه إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة. وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تنتقد بتقدير شديد للتجربة الهندية في تحقيق التنمية المستدامة. هذا والتقى الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الهندي في دار الضيافة الحكومي بنيودلهي لإجراء مباحثات على مستوى القمة. استقبلت رئيسة جمهورية الهند ورئيس الوزراء الهندي الرئيس عبد الفتاح السيسي بساحة القصر الرئاسي الهندي. وخلال الاستقبال تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة إلى حكومة وشعب الهند بمناسبة احتفالات الهند بيوم الجمهورية، معربا عن تقديره الشديد لحفاوة الاستقبال وفخره واعتزازه بالمشاركة في احتفالات يوم الجمهورية. كما أوضح الرئيس السيسي أن العلاقات بين مصر والهند كانت وما زالت راسخة، معربا عن تطلعه إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة. وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تنظر بتقدير شديد للتجربة الهندية في تحقيق التنمية المستدامة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الهند. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي مع وزير خارجية الهند سوبرامينيام جاي شانكر في مجمع القصر الرئاسي الهندي بنيودلهي، حيث أعرب الرئيس عن تطلعه لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الهندي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أكد وزير الخارجية الهندي أن زيارة الرئيس السيسي ستساهم في دعم مسيرة العلاقة بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، خاصة في ظل التزام الحكومة الهندية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات. وعلى هامش مشاركته في احتفالات يوم الجمهورية الهندي، قام الرئيس السيسي بزيارة ضريح المهاتما غاندي، حيث وضع إكليلا من الزهور.
وخلال الكلمة التي سجلها في سجل كبار الزوار، أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بزيارة ضريح الزعيم الهندي الراحل، مؤكدا أنه شكل علامة فارقة في تاريخ الإنسانية بتجسيده لمبادئ وقيم العدالة والسلام والمساواة ونبذ العنف، وكذلك مواقفه الوطنية الشجاعة وانحيازه غير المشروط والمسبوق لخيار المقاومة السلمية. وأكد الرئيس السيسي أن العالم أجمع يحتاج لأن يستلهم هذه المبادئ السامية التي ساهمت في وحدة ونهضة الأمة الهندية، مشيرا إلى أن مصر تتمسك بهذه المبادئ السامية عبر مختلف العصور والأزمان. كما أكد الرئيس أن مصر والهند تجمعهما روابط حضارية وتاريخية مشتركة، وتتشابهان في التزامهما الراسخ بنشر الأمن والسلام والاستقرار ودعم جهود التنمية والرخاء والعمران. صرح الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن روسيا تحضر لعدوان جديد وأنها تكثف من هجماتها تجاه مدينة باخموت. وعن قضية الدبابات الألمانية قال زيلينسكي إن القضية ليست عن 10 أو 15 دبابة، لكن أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من القرارات بشأن إرسال حقيقي للأسلحة. صرح مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة تستعد لبدء عملية إرسال لعشرات الدبابات M1 أبرامز القتالية إلى أوكرانيا. يأتي هذا القرار من قبل واشنطن بعد أيام فقط من جدل ضد إرسال أبرامز، على الرغم من مطالب كييف والضغط العام من برلين، حيث واجهت دعوات لإرسال دبابات قتالية من طراز ليوبار ألمانية الصنع. يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد الرجال مباراة مع نظيره السويدي عند 9:30 مساء اليوم في إطار ربع نهائي بطولة العالم في نسختها 28 والمقامة في بولندا والسويد، وتستمر حتى يوم 29 من يناير الجاري. ويسعى المنتخب الوطني لكرة اليد لتحقيق إنجاز قوي في اللقاء بدخول المربع الذهبي والتفوق على السويد، مثلما نجح في تحقيق الفوز في آخر مواجهة جمعتهما بنتيجة 27-22 في أولمبياد طوكيو الأخيرة التي حصد خلالها الفراعنة المركز الرابع. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.